قناعة ولا اقتناع لما قلتي انك مش ندمانة على جواز بدري، لكن ما تنصحيش بنت انها تتجوز وهي صغيرة؟ المفروض يوم لما تقرري ان انت هتتجوزي لازم تبقي فاهمة انه دي مسؤولية عظيمة، لان الجواز ما بيبقاش جواز بس، الجواز بيجي معاه منه اطفال، والاطفال دول بيكبروا وهيبقوا في الاخر بني ادمين. فانت لما بتبقي صغيرة ما بيبقاش عندك وعي. يعني انا لما خلفت بنتي كنت انا طفلة، فانا شايفة ان الواحدة لما تأجل الجواز شوية، هتأجل الخلفة شوية، هيكون عندها شوية وعي، هتكون مرت بحاجات، هتكون شافت حاجات، فتقدر تربي الأطفال دول تربية سوية في الآخر، إن ما تبقاش هي كمان بتكبر معاهم. أنسب سن للجواز من وجهة نظرك إيه؟ 30. 30 مش أكبر شوية؟ طيب طبعا أنا بالنسبة لي أكتر يعني، بس أنا بالنسبة عشان لي 30 ده صغير برضه لسه، 30 ده هيموتوني بس. لا أنا شايفة أنه من أول 30 ابتدي فكري انت عاوزه تتجوزي مين، عاوزه عيشتك تبقى عامله ازاي، تبتدي تدوري على البني ادم المناسب ليكي، عشان يوم لما تقابليه تقدروا تتفقوا على نفس الحاجات، تقدروا تتفقوا على العيال، وحاجات ما تتغيرش مع الوقت وانتوا بتكبروا. الحاجات اللي انتوا عاوزين حياتكوا تمشي ازاي، هتبقى مناسبه ليكوا انتوا الاتنين ازاي. والراجل ايه السن المناسب ليه انه يتجوز؟ كل ما نكبر كل ما يبقى احسن، لان هو بياخد وقت عشان يكبر. دماغهم صغيره؟ لا، بياخدوا وقت عشان يكبروا. يعني بيكبروا أبطأ من الست. الست بتكبر أسرع. يعني تقدري تجوزي ست وهي عندها 13 سنة وتخلف وتفتح بيت، بس ما تقدريش تجوزي ولد عنده 13 سنة وتديله مسؤولية عيال وبيت. حقيقي حقيقي.